اهلا بحضراتكم مره تانيه. خلينا نشوف ترند الاهلي وايه اهم واخبار اهم وابرز الاخبار اللي اتقالت على الاهلي. نبتدي بيلا كره حسام على تويتر، واللي بيقولوا ان الاهلي يمنح راحه لمعلول والشناوي وقفشه، وده خبر خلاص يعني معروف. الثلاثه من اكتر اللاعبين اللي لعبوا مباريات مع النادي الاهلي اخر ثلاث سنين، يعني قفشه تقريبا اكتر لعيب في العالم لعب ماتشات، الشناوي برضو، علي معلول كذلك سواء مع الاهلي او مع منتخب بلاده. فطبيعي جدا ان هم يجهدوا، طبيعي جدا ان هم يتاثروا بدنيا وفنيا وذهنيا ونفسيا وكل حاجه. فكان قرار مميز جدا ان هم ياخدوا راحه سلبيه عشان الكره توحشهم، فلما الكره توحشهم يقدروا ان هم يرجعوا بدوافع مختلفه وبروح جديده وبلياقه كمان تكون جيده يعني. فبشوف ان ده كان قرار جيد جدا بالنسبه لهم. طيب تعالوا نروح لخبر اخر، وده من الوطن سبورت، ابرزه معلول اجازه ثلاث اسابيع لثلاثي الاهلي بتعليمات من ريكاردو سواريز، اتكلمنا فيها خلاص. نخش على الخبر اللي بعده، وده من خلال كوره 11 على تويتر، ويبدو ان سواريز سيكون امام فرصه لبناء جيل جديد من الشباب. ثلاث فوائد للنادي الاهلي بعد قرار النادي باستكمال مباريات الدوري بالناشئين، ايه الثلاث فوائد اللي هم بيتكلموا عنها؟ اول حاجه رهبة اللعب من نجوم الفريق الأول أو مع نجوم الفريق الأول، الخبرات التي سيكتسبها اللاعبون الصغار، يعني شايفين أن اللعيبة الصغار الشباب أو الناشئين هياخدوا خبرات من المشاركة مع الفريق الأول، فده مكسب. كما سيتيح هذا القرار فرصة للاعبين الشباب باحتمالية بقائهم مع الفريق الأول طبعا إذا ظهروا مستوى جيد في المباريات المتبقية في بطولة الدوري الممتاز. أكيد الدفع باللاعبين الشباب مع الفريق الأول ومنحهم الفرصة سيقلل بنسبة ليست قليلة من عدد الصفقات التي يمكن أن يبرمها النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة لو حد ظهر بشكل جيد. لكن أنا يعني الجزئية الأخيرة أو رقم ثلاثة دي بالتحديد، النقطة رقم ثلاثة، بقول لحضراتكم في كل الأحوال الأهلي خلاص يعني ناوي على صفقات معينة بعينها هتكون قوية جدا جدا بالنسبة للفريق يعني. فالجزئيه دي لازم نطمن من خلالها الجمهور الاهلي. ممكن واحد يسمع دلوقتي يقول لك يعني انتوا هتستعينوا بالناشئين، ممكن تستعين بالناشئين يكونوا مميزين، لكن في نفس الوقت مش هتخليك تتراجع عن الصفقات اللي انت ناوي ان انت تبرمها يعني. الوطن سبورت بيتكلموا على ان الاهلي فاضل بين 16 لاعبا في الدوري المصري بميركاتو 2022، هي اجتهادات هتبقى طبعا بشكل طبيعي موجوده في الجانب ده، واكيد في عدد من اللاعبين مرشحين من الدوري المصري انضمام للنادي الاهلي، ده امر مؤكد. اكيد الاهلي مهتم ببعضهم، ده امر برضو مؤكد. اكيد الاهلي استقر بشكل كبير على مين منهم يتم التعاقد معاه، وده برضو امر اكثر تاكيدا. لكن اسماء كتير هتسمعوها، وفي الاخر هنشوف الاهلي هيستقر على مين فيهم، وبصراحه في اسماء مميزه جدا. طب خلينا نقول الخبر يعني، بس مش معنى ان احنا نقول خبر نقول ان دول الاهلي خلص معاهم او دول ممكن يكونوا في حسابات الاهلي، دي حاجه تخص الاداره والاهلي يعلن في الوقت اللي هو يحب يعلن عنه يعني. لكن هنا مثلا قال لك في حراسه المرمى في اهتمام بمحمد صبحي بتاع فاركو ومحمود جاد. بالمناسبه محمد صبحي ده لاعب فاركو بشكل نهائي، لان هو كان معار من الزمالك وفاركو سددوا البند الخاص بشرائه وسددوا الفلوس في اتحاد الكره من اسبوعين تقريبا يعني. فمحمد صبحي لاعب فاركو او حارس فاركو، هو محمود جاد من انبي حارس فاركو برضو او حارس انبي برضو. خط الدفاع محمد حمدي من بيراميدز، محمد شكري سموحه، هشام صلاح الاتحاد الاسكندريه، اعتقد محمد حمدي قرب يجدد في بيراميدز، عمرو السيسي طلائع الجيش، مصطفى الزناري طلائع الجيش، احمد ياسين البنك الاهلي، في من الاسماء دي مش في حسابات الاهلي بالمناسبه. خط الوسط كريم نيدفيد فيوتشر، محمد رضا بوبو فيوتشر، كريم نزل كده كده اعاره من عندك، وشكري برضو اعاره من عندك في سموحه. عندك خط الهجوم ابراهيم عادل من بيراميدز لاعب مميز قوي، احمد عاطف كذلك لاعب مميز ايضا من فيوتشر، احمد رفعت فيوتشر، مصطفى شلبي انبي، شادي حسين سيراميكا، مصطفى سعد سيراميكا. يعني دي الاسماء اللي بيتكلموا عنها في الخبر، مش بناكد على اي اسم لكن بنحاول ان احنا نقول لحضراتكم اللي بيحصل في الاخبار وبنعلق عليها. البعض من الاسماء دي ممكن يكون موجود في حسابات الاهلي والبعض الاخر خارج حسابات النادي الاهلي. طيب ده كان ترند الاهلي، نروح لفاصل سريع بعدين كده يلا.